ورحمة الله وبركاته. أنا المعلمة دعاء القدحات من المدرسة الفلسطينية المشتركة في قطر. أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، لغتنا الجميلة، فأهلاً بكم. الإشارة نحتاج إليها في كثير من الأوقات لنشير إلى أشياء كثيرة. فهل هناك في اللغة العربية أسماء تدل على الإشارة؟ نعم عزيزي الطالب، انتبه معك. عصفور جميل، وأردنا أن نشير إليه فنقول هذا عصفور جميل. هيا عزيزي الطالب ردد معي، هذا عصفور جميل. أحسنتم، مرة أخرى، هذا عصفور جميل. إذن في هذا المثال أشرنا للعصفور، فماذا نسمي كلمة عصفور؟ نسميها المشار إليه فنقول عصفور واحد، عصفور واحد. إذن تدل على مفرد، كلمة عصفور واحد تدل على مفرد. وما نوع المشار إليه من حيث التذكير والتأنيث؟ عصفور واحد وهي مذكر، إذن عصفور مذكر، إذن عصفور هي مذكر مفرد. عزيزي الطالب ردد معي، هذا اسم إشارة يستخدم للمفرد المذكر. مرة أخرى، هذا اسم إشارة يستخدم للمفرد المذكر. فلاح نشيط، لو أردنا أن نشير إليه فنقول هذا فلاح نشيط. ردد معي، هذا فلاح نشيط. أحسنتم، مرة أخرى، هذا فلاح نشيط. انتبه عزيزي الطالب لتحليل هذه الجملة. ما الاسم الذي أشرنا إليه بقولنا هذا فلاح نشيط؟ نعم أحسنتم، فلاح. إذن في هذا المثال أشرنا للفلاح، فماذا نسمي الفلاح؟ نسمي المشار إليه فنقول فلاح واحد. إذن فلاح واحد تدل على مفرد، فلاح واحد تدل على مفرد. نعم صحيح. وما نوع المشار إليه من حيث التذكير والتأنيث؟ فلاح مذكر. أحسنتم، إذن فلاح هي مذكر مفرد. ردد معي عزيزي الطالب، هذا فلاح نشيط، هذا اسم إشارة يستخدم للمفرد المذكر، هذا اسم إشارة يستخدم للمفرد المذكر. ردد معي عزيزي الطالب، اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر. مرة أخرى، اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المذكر. أحسن، انتبه عزيزي الطالب، معلمة مخلصة، ماذا لو أردنا أن نشير إلى المعلمة؟ ماذا نقول؟ هذه معلمة مخلصة. ردد معي عزيزي الطالب، هذه معلمة مخلصة. أحسنتم، ردد معي مرة أخرى، هذه معلمة مخلصة. فعندما نقول هذه معلمة، إلى ماذا أشرنا هنا؟ إلى معلمة، وكلمة معلمة هي المشار إليه فنقول معلمة واحدة، معلمة واحدة. إذن كلمة معلمة تدل على
نعم صحيح، مفرد. وما نوع المشار إليه من حيث التذكير والتأنيث؟ نعم أحسنتم، إنها مؤنث. إنها مؤنث. انتبه عزيزي الطالب، التاء المربوطة تعد إحدى علامات التأنيث. معلمة، ردد معي، معلمة مفرد مؤنث. معلمة مفرد مؤنث. ما الاسم الذي استخدمناه للمفرد المؤنث؟ نعم ممتاز، هذه. إذن اسم الإشارة هذه يستخدم للمفرد المؤنث. اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المؤنث، فنقول هذه طبيبة، وهذه أختي، وهذه مهندسة، وهذه ممرضة. ردد معي عزيزي الطالب، اسم الإشارة هذا يستخدم للمفرد المؤنث. مرة أخرى، اسم الإشارة هذه يستخدم للمفرد المؤنث. أحسنتم. هيا نجب عن هذا التدريب. أشر إلى ما يلي. انظر إلى هذه الصورة وأشر إليها. كتاب الله، فنقول هذا كتاب الله. هذا كتاب الله. إنها فراشة. هيا عزيزي الطالب، أشر إليها، فنقول هذه فراشة ملونة. هذه فراشة ملونة. أحسنتم، مرة أخرى، هذه فراشة ملونة. طالبان، أشر إليهما، فنقول هذان طالبان. ردد معي، هذان طالبان. مرة أخرى، هذان طالبان. والآن انظر معي لتحليل هذه الجملة، هذان طالبان. أشرنا في هذه الجملة إلى الطالبين، إذن طالبان هو المشار إليه. طالبان اثنان، ونقول معلمان اثنان، ومهندسان اثنان. إذن هذه الكلمات طالبان، معلمان، مهندسان دلت على مثنى، دلت على مثنى. ولكن ما نوع المشار إليه من حيث التذكير أو التأنيث؟ من حيث المذكر والمؤنث. انظر معي، طالبان، والمفرد منها هو، أحسنتم، طالب، ودلت على مذكر. إذن طالبان اثنان، المفرد منها طالب، ودلت على مذكر. إذن طالبان مثنى مذكر، وأشرنا إليها باستخدام اسم الإشارة هذان. انتبه عزيزي الطالب، اسم الإشارة هذان يستخدم للمثنى المذكر. ردد معي، اسم الإشارة هذان يستخدم للمثنى المذكر. هذان اسم إشارة يستخدم للمثنى المذكر، فنقول هذان كتابان، هذان قلمان، هذان مهندسان، هذان بابان، هذان سائقان. فماذا لو كانت زرافتان؟ نشير إليهما فنقول هاتان زرافتان. ردد معي، هاتان زرافتان. أحسنتم. انتبه عزيزي الطالب، أشرنا هنا إلى زرافتين، وتسمى زرافتان بالمشار إليه. انتبه معي، زرافتان اثنتان، طبيبتان اثنتان، ونقول شجرتان اثنتان. لذا هذه الكلمات دلت على مثنى. ما نوع المشار إليه من حيث التذكير والتأنيث؟ من حيث المذكر والمؤنث. هات المفرد. نعم أحسنتم، زرافة.
ودلت على مؤنث زرافتان، المفرد منها زرافة ودلت على مؤنث. إذا ما اسم الإشارة الذي استخدمناه مع المثنى المؤنث؟ نعم، رائع، هاتان. ردد معي، اسم الإشارة هاتان يستخدم للمثنى المؤنث. مرة أخرى، اسم الإشارة هاتان يستخدم للمثنى المؤنث. هاتان يستخدم للمثنى المؤنث. أحسنتم. ضع اسم الإشارة المناسب. لاعبان، ولاعبان هي مثنى مذكر. أشر إليهما فنقول هذان لاعبان. مرة أخرى، هذان لاعبان، وهذان اسم إشارة يستخدم للمثنى المذكر. هيا عزيزي الطالب، ضع اسم الإشارة المناسب. وردتان، نقول هاتان وردتان. وردتان هي مثنى مؤنث. ممتاز، فنقول هاتان، هاتان، هاتان وردتان. هاتان اسم إشارة يستخدم للمثنى المؤنث. أحسنتم. مهندسون، أشر إليهم فنقول هؤلاء مهندسون. ردد معي، هؤلاء مهندسون، فأشرنا إلى المهندسين، فنسمي المهندسون بالمشار إليه. نسمي المهندسون بالمشار إليه. ركز معي، مهندسون، أطباء، معلمون، فلاحون، هذه الكلمات دلت على، نعم، رائع، جمع. وما نوع المشار إليه من حيث التذكير والتأنيث؟ أحضر المفرد. هيا، مهندسون مفردها، ممتاز، مهندس، إذن دلت على مذكر. مهندسون جمع مذكر. ما اسم الإشارة الذي استخدمناه للإشارة لجمع المذكر؟ هؤلاء، أحسنتم، إذن هؤلاء مهندسون، هؤلاء أطباء، هؤلاء فلاحون. صديقات، أشر إليهم فنقول هؤلاء صديقات، هؤلاء صديقات. ردد معي، هؤلاء صديقات، والمشار إليه هنا صديقات. ما نوع المشار إليه من حيث التذكير والتأنيث؟ مذكر ومؤنث، هذا المفرد صديقات. ما هو المفرد لها؟ صديقة، وصديقة هي مؤنث. وعندما نقول صديقات، ممرضات، معلمات، مهندسات، دلت على، رائع، جمع. إذن صديقات هي جمع مؤنث. انتبه معي، صديقات جمع مؤنث. انتبه معي عزيزي الطالب، هؤلاء هي اسم إشارة يستخدم للجمع المؤنث والمذكر. ردد معي عزيزي الطالب، هؤلاء اسم إشارة يستخدم للجمع المؤنث والمذكر، فنقول هؤلاء معلمون وهؤلاء معلمات. ردد معي عزيزي الطالب، هؤلاء اسم إشارة يستخدم للجمع المؤنث والمذكر. مرة أخرى، هؤلاء اسم إشارة يستخدم للجمع المؤنث والمذكر، فنقول هؤلاء مهندسون وهؤلاء مهندسات، هؤلاء فلاحون وهؤلاء
فلاحات. هيا نجيب عن هذا التدريب. ضع اسم الإشارة المناسب. هذا، هذان، هاتان، هؤلاء، هذه. هذا اسم إشارة للمفرد المذكر. هذان اسم إشارة للمثنى المذكر. هاتان اسم إشارة للمثنى المؤنث. وهؤلاء اسم إشارة للجمع المذكر والمؤنث. وهذه اسم إشارة للمفرد المؤنث. هيا بنا. المدينتان جميلتان. المدينتان جميلتان. وكلمة المدينتان هي مثنى مؤنث، فسوف نستخدم. ممتاز، رائع. هاتان، هاتان المدينتان جميلتان. ممتاز، هاتان المدينتان جميلتان. نكمل. القلعة شامخة. والقلعة هي مفرد مؤنث. رائع. هذه القلعة شامخة. هذه القلعة شامخة. ممتاز. نكمل. هيا. الزوار كثيرون. وكلمة الزوار جمع مذكر، فنقول هؤلاء الزوار كثيرون. هؤلاء الزوار كثيرون. واسم الإشارة هؤلاء يستخدم للجمع المذكر والمؤنث. هيا بنا لنكمل. البرجان منيعان. وكلمة البرجان هي مثنى مذكر، فنستخدم لها. رائع. هذان البرجان منيعان. تذكر عزيزي الطالب، أسماء الإشارة: هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. ردد معي. أسماء الإشارة: هذا، هذه، هذان، هاتان، وهؤلاء. هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. أحسنتم. احرص عزيزي الطالب على حفظها والتمييز بينها.